دشوا الموضوع على طول. هالريال أغنى واحد في عيل. عمي ممكن تخدمني بشيء؟ لا يا فكناه يطردوني من بيوتهم طردة الأسد. لوين بيتك؟ يا بود انت سكت وانثبر، شو مسوين فيك؟ فاتكم سمع عمي صدقت. ابو محمد. نعم. انت محمد؟ لا. اوه وين بيتكم؟ ايتها التفاحه. اطلع برا ان شاء الله. يلا راوني بطولاتك. انتوا شو اسمكم بالانجليزي؟ دكتور. سمعتك. باسكت. انت من مدينه الثلج؟ فروزن انت؟ اسمعوني ولا تقاطعوني. جديمك نديمك بالتوقيت التالي على قناة الإمارات.